ازيك يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني بجد 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 بجد. اليوم اللي بتكلم معاكوا فيه بيفرق معايا 180 درجة. طبعا اللي ما شافش فيديو اليخت بتاع شرم الشيخ وفيديو دهب يروح يشوفهم، هسيب لكم اللينكات بتاعتهم في صندوق الوصف او في اول كومنت مثبت، بس غالبا في صندوق الوصف. المهم السمكة اللي ورتها لكم دي السمكة اللي هم قالوا عليها انها سامة في شرم الشيخ، تمام؟ فانا اول ما شفتها يا جدعان قلت اصورها لكم على طول عشان تخلوا بالكم، بالذات الناس اللي بتعمل سنوركلينج ودايفنج. اوكي، هنا كانت الغواصة، كان اخر يوم نسافر فيه شرم الشيخ، قبليها كنا عاملين سفاري، وده برضو في نفس الفيديو بتاع دهب. بجد روحوا شوفوا الفيديوهين دول، هتستمتعوا جدا كأنكم بتتفسحوا معايا بالظبط. وحبيت ان انا اصور لكم كل التفاصيل عشان تكونوا معايا وتشوفوا كل حاجة بعينيكم، بحيث لو حد عايز يسافر. وكمان كلمتكم عن الفندق اللي انا كنت فيه والعيوب والمميزات بتاعته. يلا بينا بقى نبدأ نشوف نعم ربنا ونقول سبحان الله مع بعض. نزلنا تحت، اول ما نزلنا في الغواصة ده شكل السمك، بصوا يا جدعان عامل ازاي كأنه طاير. بجد المنظر في الحقيقة كان خرافي. انا حبيت ان انا اوريكم كل حاجة وكل التفاصيل، وكل ما تعدي سمكة جديدة كنت لازم اصورها معاكم عشان تشوفوها معايا كده وتستمتعوا كده بالمنظر. بحب جدا 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 ابسطكم بجد، لان انتوا عيلتي وصحابي واخواتي واحسن مليون مرة من الناس اللي في حياتي، تمام؟ عايزاكم تروحوا تتابعوني على انستجرام وعلى تيك توك، الاتنين بجد انا بنزل فيهم حاجات كتير مش بنزلها يوتيوب، وكمان كواي، يعني انا بنزل حاجات في التلات ابليكيشنز هتعجبكم جدا. وكمان عشان نكبر الابليكيشن وعيلتنا تكون في كل مكان، بحيث لو حابة اقول لكم اي حاجة ما اضطرش ان انا امسك عيلة اليوتيوب، امسك عيلة الانستجرام، امسك عيلة تيك توك، فاهمين قصدي؟ بصوا السمك بجد كان بيقرب المرة دي عن السنة اللي فاتت. استمتعت جدا 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 في الغواصة عن السنة اللي فاتت. هتلاقوا الأسماك يا جماعة يعني في وشنا بجد. طبعا أنا عملت سنوركلينج وكلمتكم عنه برضو في اليوم بتاع الدهب، بس السمك يعني ما كانش كل الأنواع زي كده، لأن أنا برضو كنت على وش المية فما كنتش بجد شايفة كل الجمال ده قدامي. هتشوفوا دلوقتي اشكال والوان من الاسماك. بصوا يا جماعه اللي يروح شرم الشيخ او دهب او مرسى علم او اي مكان فيه شعاب مرجانيه واسماك لازم ينزل غواصه عشان تعرفي تشوفي براحتك. مهما كان عملتي دايفنج برضو يعني مش تعرفي تشوفي زي الغواصه، بتكوني قاعده كده تحت في اضاءه كويسه في تكييف وبتشوفي كل حاجه كويس. بجد المنظر كان رائع. وإيزابيلا تقريبا ده الحاجة الوحيدة اللي هي ما غلبتنيش فيه، يمكن عشان كنا قاعدين وما كناش بنتحرك، ما كانش فيه شمس، كان فيه تكييف، الدنيا كانت تمام، فعشان كده يعني يا جماعة كانت الدنيا هادية شوية مع إيزابيلا. هنا جينا عند الشعاب المرجانية. الشعاب المرجانية دي أنا شفتها كويس جدا بقى، دي اللي شفتها كويس قوي وقت ما كنت بعمل سنوركلينج، فما انبهرتش قوي لان اوريدي كنت شايفاها. انما الاسماك بجد كل الانواع اللي انا شفتها دي وكنت شفت نصها وانا بعمل سنوركلينج، تمام؟ هسيب لكم الفيديوهات زي ما قلت لكم في صندوق الوصف، فيديو شرم وفيديو دهب. الديوز بتاع دهب كان رائع، وريتكم بقى السفاري وريتكم تفاصيل كتير قمر خالص، تمام؟ الغواصة يا جماعة يعني مدتها كده بيتراوح من يعني نقول ساعة ونص لساعتين، بس بتستمتعي بيهم جدا احسن من اليخت مليون مرة، لان مفيش شمس ضاربة فيكي ولا اي حاجة من الكلام ده. في شمس بس بسيطة وفي ظل كتير قوي 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 على الغواصة تقدري ان انت تستظلي فيه، يعني بدل السان بيرن اللي حصلت لي بسبب اليخت. واللي عايز يركب يخت برضو يركب يخت ليلي، هيكون افضل واحسن ليكم. حطيلي لايك لو لسه بتتفرجي عليا او عند الدقيقة دي، وقولي لي يا ميرا انا وصلت للدقيقه الفلانيه. بحب جدا الاهتمام بتاعكم في الكومنتس وان انتوا تتابعوا التفاصيل وكده. بصوا النوع ده برضو من السمك كان رائع جدا، كان غريب. كل السمك اللي شفته المره دي كان اغرب من بعض. للاسف هنا يا جماعه كنا ماشيين، اكتر لحظه حزينه في الوجود بجد، لحظه ان انت خلاص هترجعي بقى لكل حاجه، ترجعي للمسؤوليه، للترويق، للطبخ. الاوبن بوفيه خلاص اتلغى، لازم انت اللي تعملي الاوبن بوفيه. فكان موضوع يعني شاق جدا بصراحه عليا وانا ماشيه. انا الصراحه طول ما انا رايحه شرم ما نمتش خالص، وانا راجعه من شرم تقريبا نمت
كل الطريق ما حسيتش خالص بالطريق، لاني كنت بقوم وبنام بقوم وبنام بقوم وبنام، لاني طول 3 أو 4 أيام انا ما نمتش كويس خالص. هنا كنا واقفين، كان يعني الاتوبيس بيفول ومرون نزل يجيب لنا حاجة حلوة، جاب لنا حاجة حلوة كتير جدا يا جماعة، عملت 150 عشان بس من البنزينة بتاعت شرم الشيخ، شكرا جدا جدا. دي كانت اخر لدعة اتلدعناها الحمد لله يعني في شرم الشيخ. هنا كانوا بقى عمالين يشغلوا افلام، الفيلم ده انا مش عارفة، الفيلم ده اللي هو البعض اللي يذهب للمأذون مرتين كان كويس جدا يعني، قعدنا نضحك عليه كده في الاخر برضو نمت بقى، كنتش حاسه اصلا بنفسي. بعد كده بقى وصلنا بسرعه رهيبه بصراحه، كانت 12 ساعه بس انا نمت تقريبا بتاع 10 ساعات منهم. هنا بقى انا كنت عايزه ادهن ايدي من الهاي بانثين، كلمتكم عنه على تيك توك، مش كده بقول لكم روحوا تيك توك، بتكلم عن كل برودكت عمل معايا افكت. اول ما وصلت بقى تاني يوم الصبح على طول قلت لازم اعمل ماسك جامد لشعري عشان خاطر شعري بجد شقى معايا جدا طول الرحلة من جفاف لتعرض للشمس، بجد خرب مني. فحطيت زيت جوز الهند بس كتير بقى، وحطيت زيت البصل على الفروة وزبطته وعملت حمام زيت. هنا بقى بصراحة ماما كانت موديالي السجادة بتاعتي تتغسل، وجابتها لي وقالت لي فرشيها خلاص، فانا ايه قلت ان انا هفرشها واكنس كده ولمع التلاجة، الدنيا كانت بايظة بجد. مش عارفة مع اني غبت 3 4 ايام، بصوا بقى السجادة القمر لما اتغسلت شكلها بقى عامل ازاي. وهنا بقى كنت بلمع الأوضة كلها ولمعتها الحمد لله، ولمعت التلاجة وظبطت الدنيا. بصوا يعني مش فاهمة يعني الناس جت زعما وانا بسجل الفيديو ليه بجد. المهم بقى يا جماعة رحت جيت بقى ملمعة كده التلاجة، بس ما ينفعش اقف قدامها طبعا عشان ما بانش وكده. وقعدت بقى لمع فيها كده معاكو، بعمل حاجات وحاجات معاكو يعني بس بكملها لوحدي. دخلت بقى على الصالة كانت برضو مطربة، مسكت بقى النيش ومسكت الترابيزات ومسكت كل حاجة ولمعتها، خليت الصالة بتبرق يا جدعان بجد، خليت الصالة عمالة تبرق كأني لسه متجوزة امبارح حرفيا. فضلت بقى كده انقل في الحاجة وظبطت الدنيا، ولمعت برضو الترابيزات كلها، ولمعت البوفيه، لمعت طقم الشبك والسكاكين وكده. بصوا يعني ظبطت الدنيا، بصوا التراب اللي نزل، انا حقيقي يعني كان بقالي شهر ما لمعتش من قبل السفر ب3 اسابيع، ما جيتش جنب اي حاجه خالص، وبرضو يعني تفتكروا ان انا ما صورتش معاكم حاجه زي دي. طبعا السفره بعملها كل يوم عشان احنا بناكل، وحتى لو مش بناكل بتبقى اكتر حاجه باينه فبعملها كل يوم. فكان بقالي بقى اسبوع ما عملتش السفرة، انما باقي الصالة كان بقالي شهر ما جيتش جنبها خالص حقيقي شهر يعني. فقعدت لمع كده، وبصراحة جلاسي ده جامد جدا، بصوا كده لمعتها وخليتها قشطة. وجيت بقى برضو على النيش، النيش بصراحة ما كانش مطرب قوي زي يعني السفرة وزي الترابيزة بتاعتي الانتري، فقعدت اظبط فيه كده. يا جماعة بصوا دي صورة حماتي ربنا يرحمها يا رب، بتوحشني جدا الايام دي. قعدت بقى كده المع يا جماعه، ظبطت الدنيا. هنا بقى قلت يلا بقى يلا بقى السفره بقى اللي بقى لها اسبوع دي، من قبل السفر باسبوع يعني، بالسفر تجي لها كده بتاع 10 ايام، قلت يلا بقى عشان المعها بالمره، وقلت اظبط الدنيا بقى كده. ما رضيتش احط بصراحه بتاعه الكحك والبتيفور دي على البوف عشان انا عارفه نفسي ان انا هكسره وانا بتحرك وكده مش باخد بالي. بصوا بقى ده عشان 10 ايام يا جماعه، تراب وفتافيت، وبصوا حاجة اخر يعني قلة ادب. بس الحمد لله يا جماعة نفسيتي ارتاحت لما نظفت الدنيا وظبطت الدنيا بجد، الواحد نفسيته بترتاح لما شقته بتبقى نظيفة بجد. هنا بقى الاول بصراحة قلت ان انا اكنس السفرة لان كان فيها تراب كتير، وبعد كده بدأت ان انا المع، لمعتها كويس جدا 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 المرة دي، ورشيت كتير بقى، قعدت امسح مرة واتنين وتلاتة لحد ما بقت قشطة 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 يعني. نفسيتي ارتاحت قوي لما انا شفتها بتلمع كده، يا سلام بجد كانت شكلها قمر. زابيلا صحي يا جدعان، ما بتدينيش فرصه اعمل اي حاجه خصوصا وانا لوحدي في الشقه، يعني لما ماما او اخواتي بيكونوا هنا بيشيلوها مني، لما بكون لوحدي في الشقه بجد بتضايق بتخنقني. اهو يا جدعان بصوا بقى عماله لمع لمع لمع، والله شقيت شقيت اليوم ده كتير قوي بجد، تعبت مع اني كنت لسه جايه من السفر، وفضيت الشنط ورتبت الشنط ورتبت الغسيل النظيف ورتبت الغسيل اللي مش نظيف، وبصوا يعني اتبهدلت. دي اخر كل سفريه يا جماعه بجد، لازم اتبهدل البهدله دي بجد.
بص بقى، ظبطت الدنيا كده كويس. يا لهوي يا لهوي بجد على اللمعان والقمر اللي انا عملته. بص شايفين بقت تلمع ازاي مزهزهه، شكلها حلوة قوي 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 قوي. بص بقى بقت تلمع وبقت جميله ازاي. رحت جيت بقى رجعت كده كل حاجه مكانها وبقت جميله كده ومنظمه ومرتبه. طبعا لمعت بقى البوفيه كله بقى، بصراحه ما صورتش معاكم يعني. جيت بقى عند البوتاجاز، مع اني كنت غسلاه معاكم ملمعاه فاكرين، بس قلت لا يعني خلينا نلمع كده بالمره البوتاجاز كله، بما ان احنا ماسكين الكلاسي والفوت يعني. يلا نلمع بقى بالمره يعني، هيحصل لنا ايه؟ النظافه حلوه يعني. لما ادخل كده الشقه كلها والاقيها بتلمع كده احلى من مثلا من انا اجل يعني اليوم تاني. بالمره كنت متشجع، كان عندنا فراخ مشويه فنقلتها كده زي ما هي، كده كده اصلا بسخنها في الميكرويف يعني. وطبعا هنا كانت العين دي مش نظيفه، قلت ان انا هلمعها دلوقتي معاكم واظبطها برضو معاكم. وهنا بقى كنت عماله لمع في الاكباس بتاعت البوتاجاز، ما عجبتنيش برضو، رحت طفيت الفيديو وعملتها عشان املكها بقى، لاني بجد ما كنتش عارفه املكها خالص. وهنا بقى ما كنتش عارفه برضو املك حاجه فظبطت الدنيا. هنا بقى خدت الكلين ده اللي هو منظف الميكرويف، عملت بيه لانه الوحيد اللي بينضف لي الميكرويف. هنا العين اللي قلت لكم مش نظيفه، قلت برضو كده انضفها معاكم. بجد شقيت شقيت يا جماعه اليوم ده بصراحه، ما نضفتش بسهوله. كان بقالي برضو فتره ما جيتش جنبها، بما ان انا مش بسخن حاجه عليها او ما بعملش حاجه عليها اصلا، هي الوحيده اللي انا ما استخدمتهاش من اول ما اتجوزت. بس بدات برضو ايه، لقيتها كده مش عاجباني ولسه ملبكه برضو ولسه مش نظيفه، قلت هعمل دبل كلينسر. وخدت كده برضو السبراي وقعدت ارش كده، بس المره دي سبته نص دقيقه لدقيقه تقريبا عشان يعمل المفعول بتاعه. هنا بقى كنت نضفتها بصراحه زي ما انتم ما شايفين، وحطيتها. وبرده بعد ما حطيتها جيت لمعتها من فوق كويس جدا. كده بصوا بقول لكم ان انا ظبطت الدنيا يعني. بصوا انا بحب جدا الدنيا تكون نظيفه والدنيا تكون متلمعه. الحمد لله على نعمه البيت، الحمد لله على نعمه الشقه اللي مش نظيفه. ليه؟ انها بتبقى فيها ناس وبتبقى فيها حس وفيها طبخ وفيها حاجات كتيره قوي، مش بتبقى ساكنه، فاهمين قصدي؟ دي الحاجات يا جماعه اللي انا بمسح بيها، دي اللي خدتها من الفندق طبعا يعني. وهنا بقى كنت غسلت ده وخدت كده الحاجات اللي بلمع بيها، شلتها لانها تستخدم مره واتنين، كنت جايباها برده من جروب اونلاين وكده. تمام، مسحت بقى الحته دي ورحت جيت مدخلاها جوه وقفلت عليها كده المطبقيه. هنا بقى ده كنت واخده فيه البلسم او الغسول، غسلته كويس جدا، وقلت هعمل محلول تونر هعمله معاكم الفيديو الجاي.